مرحبا بحضراتكم. النهاردة الفيديو بتاعنا بعنوان ضرب أعداد فيها نصوص. عايزين نضرب أعداد ولكن فيها نصوص، زي ما حضرتك شايف كده، ده 11 في 2 ب 22، لو غيرنا القيمة دي خليناها 5 مثلا، بقت 5 في 2 ب 10، يعني العدد 5، عبوة من أم 2 كيلو اللي هي فيها 2 كيلو جرام كل عبوة، يبقى 5 في 2 يبقى كلهم 10 كيلو جرام. طيب لو جيت تعمل الكلام ده، خلينا نحذف ده ونجرب تاني كده، نجرب الكلام ده تاني. خد بالك، رحت كاتب هنا، احنا قلنا 5 اهو، في العبوة كام؟ 2 كيلو، يبقى 2، هكتب هنا 2 كي جي، مسافة كي جي اهو بالعربي بالانجليزي كي جي. وجيت هنا قلت له يساوي اضرب العدد ضرب العبوة، قال لي فاليو. فاليو ليه؟ لان راح يضرب 5 في 2 كي جي، مش عارف ايه كي جي دي، هل هي كي جي بتاعت العبوة ولا كي جي بتاعت الاطفال الصغيرة ولا كي جي دي معناها ايه، هو مش عارف. فبيقول لي فاليو يعني قيمة، خدها فاليو قيمة، مش عارف مش فاهم. طيب نحل المشكلة دي ازاي ونضرب العبوات ونطلع النتيجة صح؟ انا هحدد مجموعة الخلايا اللي هيتكتب فيها كلمة كي جي، ماشي، واكليك يمين واروح على تنسيق الخلايا، وركز معايا في الخطوة دي. من تنسيق الخلايا هروح على مخصص، انا في رقم اول واحدة، هروح على مخصص كلمة جنرال اللي مكتوبة دي احددها، وهكتب صفر مسافة كي جي، بس كي جي دي هكتبها بين اقواس، بين اقواس تنصيص، يبقى علامتي تنصيص وكي جي وعلامتي تنصيص، بس كده هقول له موافق. تعالى بقى نكتب هنا 2، طلع لي 2 كي جي، كتبت 3 طلع 3 كي جي، كتبت 5 طلع 5 كي جي، وهكذا. شوف زي ما حضرتك شايف كده. هنا خطأ ليه؟ لأن الكلمة كبيرة على العمود كده، لما نوسع شوية كده هي ايه، هيظبط معايا، يبقى 2 تاني، 5 تاني، 7، 9 كده. طيب تعالى نضرب بقى، هقول له يساوي، نشوف عملية الضرب هتبقى صح ولا خطأ، العدد ضرب في الايه العبوة، قال لي 10، 10 ايه، 10 كيلو جرام. لو سحبنا لتحت كده مفيش أي مشكلة خالص، ماشي، 7 في 3 ب 21، طب التلاتة دي خليناها 5، يبقى 7 في 5 ب 35، السبعة دي خليناها 8، بقى 8 في 5 ب 40، التمانية دي خليها 5 بس، بقى 5 في 5 ب 25. طبعا كده تم حل المشكلة بطريقة بسيطة جدا، فقط من خلال يعني التعديل على تنسيق الخلايا اللي هيتكتب فيها كلمة أو النص اللي احنا عاوزين ندخله ايضا معانا في عملية الضرب. خد بالك ان انا لما احدد الخلية دي اروح ابص هنا هلاقي مكتوب فيها 2، لاحظ. طب دي مكتوب فيها كام؟ دي المفروض ان القيمة بتاعتها 10، بس انا قلت له اكتب النص، اكتب الرقم وجنبه نص كده عشان اميز كي جي. شكرا لحضراتكم على المشاهدة، ونلتقي ان شاء الله في فيديوهات قادمة على خير ان شاء الله.